هو احنا رايحين فين؟ انتوا جايين انتوا ايدوني ولا ايه؟ الدنيا مقطوعه هنا، احنا رايحين فين؟ بقول لك انت بتدرس؟ طب لو سمحت يا ريس، راح فين يا باشا؟ خد هنا يا باشا. طب خدني معاك، طلعني اي حته بره. ده ايه الظلم ده يا ريس؟ ريس امورنا يا صاحبي. السلام عليكم. وعليكم. والنبي اخويا احنا فين؟ انت عندي. عندك فين يا باشا؟ في مملكتي. مملكتك؟ آه. لا بس خليك بس كده، بس لا مؤاخذه، وانا هتصرف، انا ممكن انا اتكل على الله. خد ياد منك ليه؟ واد منك ليه؟ انا واقف لوحدي. ما انتوا كتير اهو ياد، انت في ايه؟ انت تستعماني؟ لا طب هاخد صحابي انا ونتكل على الله. يلا سلام عليكم. ولا ايه؟ هو دخول المملكه زي خروجها ولا ايه؟ مملكه؟ ولا انا هنا اللي اقول مين يمشي ومين يمشي. مين يمشي ومين يمشي؟ طب أنا يبقى امشي انا بقى. يلا سلام. مع الف سلامه. هتيجي اوصلك وهتسيب المملكه لوحديها لملك تاني يجي يغب عليها؟ طلال اوصلك. تعالى. اجي فين؟ تعالى. طب طلعنا اي حته فيها نور وانا فيها. لا اعوذ بالله. طب اركب. ماشي، طلعنا اي حته فيها نور. اركب. عايز تصيح عشان بيصيح بحرفيه وما تبقاش غشيم. اصيح ايه بس يا يوسف؟ هو انا بعرف اصيح؟ اهو ده اللي حصل. انت ما صيحتش النهارده يا شلبي، هتصيح امتى في حياتك؟ ها؟ انا ما بعرفش. المهم البت حلوه. هي لا ما اعرفش. يعني ايه؟ مش عارف تقيمها؟ وريها لي وانا اقيمها لك. لا اصلا ما شفتهاش لغايه دلوقتي. اصلا؟ طب صوتها حلو؟ برضه ما اعرفش صوتها حلو ولا لا. ازاي؟ اصل احنا ما بنتكلمش كلام كده يعني، بس بنتكلم كلام غير كلام. على الشات بالحروف كده يعني، بس خطها حلو. امال فين الخيانه بقى؟ كتك خيبه، قوم لا تعدينا، قوم. وانا اللي كنت فاكرك صايع كتك نيلة. ما بشربش استروكس، ما بلعبش الا بوكس. ايه هو الحاجات ده يا ابو المزاد؟ عمو نور انت منورنا والله. انت اللي منورنا يا كبير. ما اعرفش ان انت راجل ذوق كده. لا ده حبيبي. بس اقعد عند الراجل ده. سلام عليكم. صوت بقى. ايه يا عمر؟ ايه يا عمر؟ كويس انك جيت. ده اسمه استهبال وقله ادب عشان انا واقف ايه ده؟ في ايه؟ صباح فل يا عم. استاذ احمد مظهر. اهلا يا فارس. اهلا. بقول لك يا صاحبي، حياه ابوك فقعني دي علشان عايز ارجع. هتفقعوا ايه؟ هتفقعوا ايه؟ معلش هبقى فاهمك بعدين. فاهمني ايه؟ معلش حضنه انت. تعالى. لا ادالك فين؟ انا ادالك في دراعك. ماشي. نايس قرف. تعالى اسند عليا. نبي بالراحه بس. ها؟ يلا ما تخافش. عض في دي. طعمها حلو الكوفيه؟ طب ما تاكلش صوابع وراها يعني، مش عشان حلو بس. بالشفا ان شاء الله. خلصت؟ اه خلصت. ما حسيتش بحاجه صح؟ نسمع عشان ما ادكش الحقنه اصلا. لا ده مل الحقنه ايه؟ عشان ايدي خفيفه. اه خدتها ولا ما خدتهاش يا صاحبي؟ خدتها. خدها. ايه؟ خدتها. بقول لك ايه؟ انا المحمول بتاعي معاك، محتاج اي حاجه لغيني على طول. ماشي يا صاحبي. إيه استنى، انت فعلا المحمول بتاعك معايا؟ لا حبيب قلبي. حبيبي يا عم. استنى نروح فين؟ خليك سيبه يا عم، سيبه. بس سيبه من صاحبك ده. صاحبي ايه وانا اعرف ده؟ مع السلامه يا نجم. امال مين ده؟ ده كان خاطفني يا عمر. خد يا رشدي يا رشدي. مع السلامه. مع الف سلامه. اسكت يا عم، انت هتخليك يخطفنا تاني انا وانت. خطفك يعني ايه؟ الصراحه ما كانش هو اللي خاطفني، كان في قبلي ناس خطفاني بعد كده عشان الامانه يعني، بعد كده هو خطفني. وبعدين؟ مش عايز اقول لك انا عايز يعمل فيا يا عمر. احكي لي ايه اللي حصل. كان عايز يخليني اديله الحقنه جوه في الصحراء. كان عايزك تديله الحقنه ولا كان عايز يديك انت الحقنه؟ ايه؟ لا كان عايز يفقعك حقنه. لا 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 فقعك يا نور. ما عنديش حاجه. فقعك يا نور والله. وريني وريك ايه؟ لا وريني. ابوس ايدك. ابوس ايدك. عدي الموضوع ده. وريني. انا اخوك الكبير لازم اطمن عليك. ما انت عشان اخوك الكبير ما تنفعش تشوف حاجه. خلاص بقى يا اخي، ماشي الدنيا في ايه؟ ماشي ماشيها في البيت. هطمن يا نور عليك برضو. ايوه اطمن عليك، لازم اطمن عليك. ماشي. وبعدين كل ده سايبني قاعد بتعمل ايه؟ والله العظيم كنت بدور على العربية فعلا. وايه اللي حصل؟ اتخطفت. بس مش مبرر يا نور، مش مبرر يا نور تخليني ملطوع واضطر اوصل الست ليلى بتاعتك والست مريم بتاعتي ونركب مواصلات والعم يقعدوا يعكسوا فيهم، وانا بس عشان مش عايز اكبر الموضوع عملت نفسي عبيط. انت عبيط؟ انا سايب الناس يعكسوهم؟ انت متخلف. انا لو كنت اتكلمت كنت هتضرب. ما تتضرب. تضرب قدام مريم اللي انا بحبها؟ ايوه تتضرب قدامها عشان تحبك يا حمار. مريم هتحبني لما تضرب؟ ايوه. يالا يعني انت بتعمل كده مع ليلى؟ ده انا بتعجن قدامها عجن وبنحب بعض جدا. متضرب؟ متضرب. ازاي يعني لما بتضرب بتحبك ازاي؟ ما انت لما تضرب مريم تيجي عليك تقول لك عمر مالك
ألف سلامة عليك يا حبيبي، أنت بتتدرب علشان إيه؟ ها؟ وتقعد بقى تضمد لك جراحك وممكن تديك حقنة. إيه ده؟ يعني تضرب تحبني؟ أيوة. أنا اللي أعرفه إن الحب بهدلة بس مش مهزقة يعني. مهزقة؟ ده أنا اتشوهت. المهزقة قال. يعني تضرب تحبني؟ أه تضرب تحبك. في الأول بقى إيه؟ تاخد لك كام جزء أقلام قدامها؟ مش طايقة يا يوسف يا أخويا، مش طايقة. والله يا نهد يا أختي، جوزك شلبي ده طايق. تهبل. آخره كلامه بس. ما أنا عارفة إن هو آخره كلامه بس، بس برضه. طب ما دام واثقة فيه، مالك بقى؟ ابتدت عينيه تزوغ. بيكلم بنات. عادي يعني. ما أنا أهو فار. وعناية بتزوخ. حتى انت يوسف الله يكون في عونك يا هياتم. بس ده سر بيني وبينك، اوعى تقولي لها. لا مش هقول لها يا حبيبي، ما تخافش. بس انا نفسي بقى صحتك تترد تاني وترجع بني ادم عشان يبقى لي ظهر. ده ملوش علاقه بالصحه، الموضوع اني اتلعنت. والله ما بقتش فاهم حاجه، اتلعنت ولا سخطت، والله ما بقتش فاهم حاجه خالص. لم الدور مع شلبي وعدي الليله. حاضر. هو الراجل ده بيمثل معاك في المسرحيه ولا بينزل شيش؟ عشان مش عارف. بيش وكفته طبعا. غيران مني، ما رضيتش توصلني للمسرحيه عشان اتاخر عليها، فلما اتاخرت طلت زي ما انت مطرت. مفهومه؟ أغير ايه من مسرحيه مين يا تافهه؟ دي مسرحيه من اسمها باين انها تافهه. في مسرحيه اسمها اتي بوسه ام احمد، دي بتدل ان مفيش اي وعي فني عندكم. على فكره انا عامله دور ام احمد وعاملاه حلو قوي، وهتشوف الجوائز اللي هاخدها عليه. طب واحمد، انا سمعت لهم مكسر الدنيا بصراحه. طبعا ما انت مش قادر تيجي تتفرج عليا، خايف تشوفني وانا ناجحه ومكسره الدنيا. انا نسيتني ملطوعه في الشارع ده كله يا نور. ماشي يا نور. والله العظيم يا ليلى غصب عني، انا كنت جاي لك فجاه لقيت نفسي متكتف في عربيه ومش عارف راح فين. متكتف؟ ما انت حلو زي الفل اهو. وانا حد يقدر يعمل لي حاجه؟ انت عمرك شفتني اتخربشت الصراحه يعني؟ لا. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان بجري سريع جدا، محدش بيقدر يطولني. انا في الجري اسرع من صلاح في الموقف اللي زي دي. معرفش اقفش عليك. عملت خالص. ايه ده مقعد ليه كده؟ قوم يا ابني قوم. قوم انت. ايه ده؟ ايه ده قصير ليه كده؟ هات حد اطول شويه. هو ده احمد؟ دي تخبط في دماغه. مش عاملها هنا تخبط في دماغه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا اقول الدنيا ملخبطه ليه؟ انت بتعمل ايه هنا؟ جاي لليلى. جاي لمين؟ لليلى. يا حلاوتك، بص يا ست ليلى، هي نصيحه اقولها لك في وشك مش في ظهرك، اقولها لك والعوض على الله. البني ادم ده، هذا الانسان هيسوق سمعتك ويسوق مسرحيتي ويلخبطها ويرفع لي الضغط اكتر ما ترفع السكر عندي. والله ما حد هيسوق سمعتك غير شغلك مع الراجل ده. صح، ده صح، دي حقيقه ترو. اتفضل قول لها، قول لها كمان كلام اشتمني فيه قدام علي. يلا قول، قول كلام. ليلى انا مستنيكي في العربيه. عربيه ودي شتيمه؟ عربيه يا ابو عربيه. اسمعي ليلى، على فكره كنت عايزك في حاجه مهمه. دلوقتي في منتج من السودان هيعمل مسلسل في ابو دبي اللي هي في ابو ظبي. الراجل ده معجب بيكي جدا انت والديكور، عاجبه الحتتين اللي على الشمال دول. فعايزك في المسلسل ده، مسلسل عمل فني كبير. هيبقى فيه ممثلين من غانا، وفي واحده من كازاخستان. واحده بس؟ لا دول كازاخستان، ده امم. هتتوهي في وسطيهم وهتسافري ان شاء الله وتقعدي. على فكره هم حاجزين لك طياره، مش ليك لوحدك يعني، هتقعدي في كرسي في طياره في الكلاس في اللي قدام، واكل. دول شحن خشب، شحن مش مهم، يرجعوا لنا خشب ويسافروا خشب. انت هتروحي وترجعي مش عارف امتى، يمكن تقعدي سنتين ثلاثه هناك. ايوه يا استاذ، يعني انا هروح فين؟ هسافر فين؟ دبي. قوليها ورايا كده، دبي. دبي؟ لا لازم تقوليها دايما بالضمه، دبي. دبي. برافو عليكي، يبقى انت كده لازم تسافري. اهدي شويه، كفايه اكل، هتفطس الواد اللي في بطنك. الله يا مراد، مش باكل مناب اتنين. مناب اتنين؟ هو انت عامله حفله في بطنك ولا ايه؟ شكل كده هصرف على الواد من دلوقتي. مساء الخير يا بابا. مساء النور يا حبيبه بابا. عامل ايه يا حبيبي؟ ازيك يا نوشك؟ اهلا يا حبيبتي. كنت فين؟ كنت قاعده في كافيه كده مع صحابي. لا من دلوقتي لا في كافيه ولا في صحابي. ليه؟ جالك اللي يشكمك. مين ده؟ منير مراد. انوشكا انت حامل؟ مبروك يا حبيبتي، الف الف مبروك. والله فرحت لك من قلب. عقبالك يا ليلى يا رب. لا انا لسه قدامي شويه كده. ليه بقى؟ انا عاوزك تفرحيني، الواد اهو جاي وهينزل واتجوز وخلف، وانت لسه قاعده لي. بقول لك ايه يا ليلى؟ ايه؟ لو عندك مشكله كده ولا كده صرحيني. الولا نور ضحك عليكي؟ ايه؟ الولا نور ضحك عليكي؟ ما يقدرش يضحك عليها، اكلم الكابتن ماجد اخوها يفرهده. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ازاي اصلا تفكروا في حاجه زي كده؟
طب ما تقولي لنا مالك. ولا اقول ولا ما اقولش، انا نازله. يا ليلى، ليلى عجبك كده وعايزه لي بنت تاني؟ طب خليك في حالك وكل كل باميه بتحبها. حاضر، كل حاجه بالغصبانيه في البيت ده. ايه ده؟ مش هي دي تخديعه الباميه اللي كنت بشمها طالعه من مطبخك؟ ابتديت تكروتيني، ولا تكونش ريحه التخديعه دي طالعه من شباك تاني؟ اكيد تخديعه الحاجه سنيه. شكل كده اتسرعت في الجوازه. ما كفاياك رغي بقى، دماغي بربقت. الله كله وانت ساكت، ده المرار ده. حاضر حاضر، اديني باكل اهو. الكل وبحلى عينيك، اهي اكله واتحسبت عليك. يعني الراجل خطفك وخدك لغايه عنده عشان يساعدك انت واخوك؟ هو ده اللي قاله، وقال لنا كمان ان هو يرجع الفلاشه اللي عليها الدليل. طب افرضوا الراجل ده طلع كمين. ما يطلع كمين عادي، احنا رخصنا سليم. يا غبي يا ابن الغبي، كمين عليكوا يعني؟ فهمت. طب يبقى كمين من مين يعني؟ ابو ريا. ما هو لو كان عايز يعمل حاجه كان عملها فينا خلاص. بالظبط، وبعدين كان جابنا انا، ما جابش نور. بص يا بابا، انا بصراحه كده حاسس ان الراجل ده عايز يساعدنا. اقعدوا انتم مركزين مع ابو ريا وابنه وسايبين ابوكم فار زي ما هو كده. ما هو احنا كده كده مستنيين تامر هجرس لحد ما يترجم البرديه. هو يعمل لي فيها انيس عبيد؟ ما يخلص، ما كنت تودوها المعتز التوني كان خلصها في منت ولا بين السرايات. هي رساله دكتوراه، دي رموز وطلاسم. انا هروح اشوف وصل لحد فين. على حسب الريح ما يودي، الريح ما يودي. بس بقى لو سمحت عايز اشتغل. ما يودي يا هلا. ماشي ولا بيجي. ازيك يا عم ابو بكر؟ جبت لك الفلاش. انت لحقت ازاي؟ انت بالذات المفروض ما تقولش كده ابدا، لان انت كده بخطفك. لا الصراحه انت احلى واحد تخطفني، رجالتك بيخطفوني في شهيق باجي في زفير. حسيتش بحاجه. بقى انا راجل زي عنده عربيات وعنده رجالته وعنده الحاجات دي كلها وبيخطفك كده، يتقال له الكلمه دي؟ ايوه، بس لو انت سارقها مش هتجيبها بالسرعه دي. شوف، انا راجل بتاع ربنا، راجل بعمل خير، واللي بيعمل الخير ده ربنا بينور له طريقه وبيقف في ظهره. كده انا عملت اللي عليا. ده انت عملت اللي عليك وزياده، بس انت اتاكدت منها؟ ايه اللي اتاكدت؟ عيب عيب، ما تقولش كده. انت تاخد الفلاشه دي بقى وتديها لاخوك، وخلي اخوك يعمل هو كمان اللي عليه. ايه مالك؟ فيك ايه؟ ممكن تبعتها له على النت. ليه بقى؟ اصل خايف تتسرق مني. هو انت ايه يا ابني، فيك ايه؟ معرفش، اليومين دول رايح جاي اتخطف اتسرق، معرفش في محسود ولا ايه. ايه يا واد مالك فيك؟ معرفش والله. امسك امسك. انا فاعل خير وانت هتتصرف في الخير برضه. ماشي يا عم فاعل خير، تسلم ايدك يا حاج. وذلك كما هو مبين بمحضر الاستلام. ايه ده؟ ليه يا بابا كده؟ حرام عليك، ده ورق القضيه. ايه يا بابا؟ لو جعان قول لي. انت يا ابني بتزعل ابوك، ايه الجحود اللي انت فيه ده؟ كان ورق القضيه. انت ازاي تعمل كده؟ انت اتجننت يا بابا ولا ايه؟ ما دي بدل بالهنا والشفا فوق عليهم. وبعدين انت القضيه دي مش قلت لي خلاص قفلتها وخلصتها ومش واقفه غير على الفلاشه؟ ايوه انا كنت مقفلها، بس الورق ولع في الشقه. طب واللي يجيب لك الفلاشه؟ اتحرك. ابو بكر اللي هيجيبها بالسرعه دي؟ اهي كده بقى خلصت. خلصت ده ايه؟ ده كده لسه هتبتدي. بس الاول في مشوار لازم نعمله انا وانت. طب ما تقول ايه المشوار؟ لا ايه اللي لا ما تقول؟ فيها يا نور؟ ما سيبنا شواقك مره من نفسي يا اخي. ما انا لما بعمل معاك كده انت بتزعل يا عمر. بس بقى يا بابا، بس بس ده ورق قضيه مش ورق عنب. امال لو طلبت سندوتش في ياجرا هتقولوا ايه؟ او 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 والله ما صدقتش نفسي اول ما كلمتني. انا عندي ليكي خبر يا ست صباح هيخليكي تطيري من الفرحه. مفيش حاجه بتفرحني في ساعة المرحوم. يا ست في ايه؟ في ايه حرام عليكي؟ جاي يفرحك، ده احنا مرينا بمصايب الدنيا كلها، مفيش حاجة هتخلينا نقطع شرايرنا غيرك انت. ايه ده يا نور؟ ده ايه بس يا عمر؟ ده عندها قدرة غريبة انها تشفط السعادة من الجو. عمو هات جنيه. بس يا بس. لا يا نور في ايه؟ عايز صغير يا اخي حرام عليك. خد يا تعالى. تعالى ما تخافش. بص انا هديك 50 جنيه بس تقولي الحقيقة. هي امك بتعيط لما بتشوفنا بس ولا بتعيط في البيت كمان؟ لا لما بتشوفنا بس. لما بتشوفنا بس، يعني هي في البيت بتضحك؟
وبترقص كمان. شوف شوف بترقص هي وبتيجي تقابلها ليه؟ بترقص يبقى اتجننت، بترقص بالحزن يعني دي الست راحت خالص. بص يا ست صباح، احنا دلوقتي معانا دليل ان شاء الله هيرجع لك حق جوزك. بجد؟ ربنا يبارك لكم. ضحكي طه وشها. بس مش خلاص القضية اتحكم فيها. يا ستي في ايه؟ خلينا مقبلين على الانتحار. انت ايه اللي بيفرحك قولي لي؟ عمو عمو انا جعان، هات لي حاجة اكلها. بس يلا بس. بص يا ست صباح، انا عايزك تطمني، انا ان شاء الله هطلب باعادة فتح القضية من جديد، وان شاء الله هناخد حكم على برايا. والحكم ده هرجع اللي مات في تربيته، هرجعه لي. تيجي مبرشم؟ ما تنطق يا بزاوي وتقول فيه ايه؟ بصراحة فنان انا مش عارف اتكلم لان الموضوع كبير قوي. كبير انت مواضيعك كبيرة، انت تافه ومواضيعك تافهة. ايوه انا تافه انما الموضوع نفسه كبير قوي. اه يبقى جاي لي عشان الفلوس اللي ليك عندي. هديهم لك على الجزمه القديمه اول ما تجيلي فلوس، مش هستناك تيجي تطلبهم مني. والله العظيم الموضوع ما موضوع فلوس خالص. بجد؟ امرنا بالزاوية عاوز ايه؟ موضوع محرج وانا مكسوف اتكلم. امك هتتجوز تاني؟ وايه اللي يحرج في كده؟ ما انا عزمك ثلاث مرات قبل كده. امال في ايه محرج اكتر من كده يا بالزاوية؟ بصراحه الموضوع بخصوص استاذه ليلى. ليلى؟ انت هتتقدم لها ولا ايه؟ لا ولا اللي فاكرك صاحبي ومأمنك على كل حاجه، ده انا مأمنك على فلوسك يا اخي. والله العظيم ما استجرى اعمل كده. امال في ايه؟ انا رحت المسرح بالصدفه وعرفت. رحت المسرح؟ رحت المسرح تعمل ايه؟ بتصرف على مين هناك غير يا كلب؟ والله العظيم ابدا، ده واحده من المجاميع قالت لي عيد ميلادي لازم تيجي. مجاميع؟ ايوه. وانت بتعرف واحده ليه من المجاميع؟ وانا اعرف مين انا ان شاء الله. مش دي المشكله. فاكر ايه المشكله؟ المشكله ان الاستاذه ليلى راحت للمخرج وقالت له انها موافقه على السفر. سفر؟ سفر ايه؟ هو المسرحيه هتسافر؟ طب وما قلتليش ليه كنت ركبت العرض يا بالزاوي؟ مش المسرحيه اللي هتسافر. امال ايه؟ الاستاذه ليلى. الاستاذه ليلى اللي انت دايب لشوشتك وراها، ها؟ هتسافر دبي تعمل مسلسل ثلاث اجزاء وهتقعد هناك سنتين. والكاستنج بتاع المسلسل ده كان امتى وما قلتليش ليها بالزاوي؟ ما يتحرق المسلسل اصلا يا فنان، مش دي المصيبه. المصيبه ان الاستاذه ليلى اللي انت ياما صرفت عليها فلوسي هتطير منك يا فنان. بح. سافر وتسيبني؟ اقسم بالله لا اوريك يا ليلى. ايوه يا وحش، ارجع والبس عبايه الوحش. انت بتسخنني ليه؟ عشان ناقص حد يسخنني اروح اقتلها عشانك يا بالزاوي؟ انت بتسخنني، انت عايز توديني في ده يا يالا؟ في ايه يا بالزاوي؟ خلاص خلاص يا فندم خلاص. الحساب يا ابني. حساب عندك. بابا. ايه يا حبيبي؟ امال انوشكا فين؟ ايه كلت يا ست اربع مرات ودخلت تنام شويه ولاقيها قايمه، قلت اخلص البتنجان قبل ما تاكلنا. كويس، انا اصلا يعني كنت حابه اتكلم معاك لوحدنا شويه كده. وماله حبيبتي اتكلمي. امبارح وانا في المسرح في مونتي الكبير كده جالنا وكانوا عايزيني معاهم في مسلسل هيصوروه. الله، الف الف مبروك، ده خبر حلو قوي قوي قوي. استنى بس واسمع للاخر، هو المسلسل محتاج سفر يعني. وماله، انت محتاجة تتفسحي وترتاحي، والسفر هيكون فين؟ اسكندرية ولا أسوان؟ يا بابا المسلسل مش هيتصور في مصر أصلاً، هيبقى في دبي. الله، دبي ده حلو قوي، وهو بالمرة تعملي لنا كم مصلحة كده، تشتري لي شوية هدوم أنا وأنوشكا والبيبي، وشوية حلويات وسبريهات وكمبوت. كمبوت إيه يا بابا؟ وأنا رايحة بورسعيد. معلش يا ستي، اشتري أي حاجة، وأهم حاجة إن أنت تشتري بامبرز كتير 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 لصغار السن، تلات شهور. تلات شهور إيه بس يا بابا؟ أنا احتمال يعني أقعد تمن شهور، عشر شهور، يمكن سنة. يمكن سنة؟ إيه؟ مسلسل تركي ده ولا إيه؟ لا هو بس ليه أجزاء كتير. خلاص تاخديني معاكي أنا وأنوشكا ونواف. نواف مين؟ ابننا، هو مش هتولد في دبي، هنعمل ايه؟ هنسميه تامر يعني؟ يا بابا مش هينفع تسافر معايا. خلاص، وانا مش هينفع اوافق لك. بس انا وافقت خلاص. وافقت ازاي؟ مش ليك اب تساليه وتستشيريه؟ يا بابا انا خلاص وافقت عشان محتاج اقعد لوحدي شويه ومحتاج اجرب ويمكن ربنا يكرم وهي فرصه، وبعدين يعني انت بتثق فيا يا بابا ولا ايه؟ وبعدين لو حبيته برضو تقولنا زيارات مفيش مشكله. اه لو على الزيارات اجي انا وانوشكا ونواف. زيارات وترجعوا. ونرجع؟ اه. ماشي ماشي. عموما يا بنتي اللي في الخير يقدمه ربنا. ربنا يخليك ليا يا بابا. ويخليك يا حبيبة بابا. حتى ما ساعدك.
لا 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 البتنجان هيصوت صوابعك. ما تقلقش احنا مش ناقصين، انت فنانه. وعايزك بقى ما اسالوكي في الانترفيوهات تقولي المطبخ، انا اخر حاجه هعرفها المطبخ. ليه انا ما بعرفش اطبخ ولا ايه؟ ايوه ده كلام بيتقال بس في التلفزيونات. مفيش اوره تانية ولا ايه؟ لا خلاص انا قربت اخلص. خلاص اعملهم انت. ماشي حبيبي. اصبح على خير. وانت من اهله حبيبه بابا. عايز مني ايه تاني يا عم ابو بكر؟ انت مش اديتني الفلاشه وخلصنا. غلطت غلطه ولازم اصلحها. يا عم ربنا يسامحك على غلطاتك، انا مالي؟ مش كل شويه رجالتك يخطفوني ويرموني في شارع ضلمه. خلاص بعد كده هيخطفوك ويرموك في الشارع منور. لا خليهم يخطفوني ويرموني في شارع فيه موقف ميكروباص عشان اعرف اروح. هيرموك في اي مصيبه انت عاوزها. اسمعني كده بقى وركز. ماشي. الفلاشه اللي احنا اديناك الصبحيه دي مفيش فيها الدليل. دي اللي فيها الدليل. انت متاكد يا عم ابو بكر ولا كل شويه تخطفني تاني ورجالتك تقعد بقى ترميني في شوارع ملهاش اي لازمه؟ ايوه متاكد. امسك. عايز مني حاجه تانية؟ لا شكرا يا سيدي. يا دي النيله. ها؟ شارع فيه موقف ميكروباص عشان نروح. وكفايه مخمضه فيا بقى. ازيك يا محمود عامل ايه؟ حلو قوي انك جيت، تعال عشان عايزك. انا اللي عايزك. الفلاشة فين اللي انا اديتها لك؟ الفلاشة اهي، عايزك بقى تشوفها. انت شفتها؟ من غير ما اشوفها يا نور، انا عارف اللي جواها كويس. بص بقى، دلوقتي المفروض ان انا واقف في المحكمة وبقول المرافعة بتاعتي قدام القاضي، عايزك بقى ايه؟ تركز في اللي انا بقوله وتشوف الفيديو بتاع القضية. ماشي. الاتنين في آن واحد. ليه بقى؟ عشان يبقى أبو ريا لابسها صوت وصورة. تمام؟ ركز بقى وقول لي انت حسيت بايه؟ ايه اللي وصل لك؟ ماشي. سيدي القاضي، حضرات المستشارين. يلا لا بص في الفيديو بقى، انا ابتديت. ايوه يلا. سيدي القاضي، حضرات المستشارين، ان قضيه اليوم ليست بالقضيه الهينه، انها قضيه كبيره. كبيره قوي. لا هي مش كبيره قوي، هي ملفايه. قضيه ملفايه، قضيه ملفايه يا سيدي القاضي، قضيه ذات خيوط كثيره ومتشابكه. دي متلاحمة. حلوة حلوة متلاحمة دي، برافو متلاحمة. قضية ذات خيوط كثيرة ومتلاحمة. لكن اليوم سيدي القاضي الحقيقة أصبحت مكشوفة قدام الكل. دي الحقيقة العارية. الحقيقة العارية. مش إن الحقيقة أصبحت عارية. عارية أمامكم سيدي القاضي. حلو اللي بقوله ولا إيه؟ حلو قوي. القضية سخنت يعني؟ سخنت. دي ولعت. حلو جدا. إن أبو ريا الماثل أمامكم سيدي القاضي قام بدم بارد بارتكاب افظع الجرائم. ده مفتري. حلو. دي بقى ابو ريا ان شاء الله هو اللي هيقولها، وهو قاعد كده بيتفرج على الفيديو. هيعمل كده ان شاء الله. طبعا. انه سيدي القاضي قام بافظع الجرائم. اي نعم سيدي القاضي، القضيه طولت. ما تسيبها تطول، ده رزق يا اخي. مظبوط صح، انه رزق، انه رزق سيدي القاضي. ولكن اليوم اتيت لكم بدليل غير قابل للشك، غير قابل للكث، انه دليل نريده جميعا. نريده جميعا. دليل لا يقبل العوض، لا يقبل. عم شلبي؟ عم شلبي خش اقعد بسرعه، اقعد يا عم شلبي واسمع اللي انا بقوله واتفرج على الفيديو بسرعه، ماشي؟ فاتلي كتير. لا المرافعه لسه في اولها. سيدي القاضي، ان اليوم اصطحب اليكم دليل لا يمكن انكاره، دليل شاهد على الجريمه، شاهد على الحقيقه، دليل سوف تجدونه شاهد على كل شيء. شايف الكيمياء؟ مش الكيمياء اللي انت بتقعد تقولها لنا؟ هي دي الكيمياء العضويه، هي دي التفاعلات. كلمة ايه يا جماعة؟ انتوا بتتفرجوا عليا، خليكم معايا شوية. شش. هو ايه اللي هش؟ أبو ريا باين في ال أبو ريا باين. هو أبو ريا لحق عمل الفورمة دي امتى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اسكت. ده فين الفيديو بتاع القضية؟ ولا قضية بلا نيل، اقعد ركز بقى واسكت. ركز في ايه يا جماعة؟ اسود. بتتفرجوا على ايه؟ هتفرج معاكم. حضرتك مش هينفع تتفرجي. ليه يعني؟ ايه اللي ليه يا ماما؟ ايه اللي ليه؟ عشان ده فيديو يعني فيه ضحايا حرب ودم كتير وجثث. ده في شوية جثث؟ اوف. ماما انا هخش اكمل القضية في الصالة كده على مزاج. طب يا حبيبي ربنا يوفقك. استنى خدني معاك. تعالى. يا ناهد، في تفاعلات كيميائية عضوية جديدة. اسبقيني على المعمل وحضر الأزايز، قصدي أنابيب الاختبار. يا ناهد ناهد. كويس انت كلمتني، اصلا انا كنت عايزك في موضوع. يعني
انا اللي كنت عايزك في موضوع مهم. انا احتمال كبير اسافر اخر الشهر. انا عرفت بالزاوية قال لي، وما قلتليش من الاول ليه؟ نور. ايه دكتور تامر هجرس لسه قافل معايا، قال لي ان هو ترجم البرديه. تفتكر بيتكلم جد ولا بيهجرس؟ انت بتتكلم بجد؟ اه والله العظيم. عايز نروح له بكره. عايزين نعرف دلوقتي ايه الترجمه اللي انت ترجمتها في البرديه، هتوصلنا لايه؟ في هدوء. ترجمت في البرديه الاولانيه اللي وصلني للبرديه الثانيه، وعرفت فين. طب فين؟ في المقبره. انهي مقبره بالظبط؟ انت ايه اللي جابك هنا وعايز ايه؟ انت اللي عاوزني مش انا اللي عاوزك. وانا هعوز من واحد زيك ان شاء الله. دليل ايه؟ ده انت ابوك واللي بسببه هيرجع السجن ثاني في ثانيه. انا بقى جاي ابيعهولك.